السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الكاليماري. ده شكله كده معايا زي ما انتوا شايفين، انا كنت جايباه مجمد. طبعا جهزت له بقى توم وفلفل وكمون وكزبرة وليمون، وضربتهم كويس في الكبة، وبعد كده حطيته عليه كده يتبل ساعة علشان يشرب من التتبيلة كويس. بعد كده جبت طبق كده فيه نص كوباية من الدقيق ومعلقة صغيرة من النشا ورشة، وهنحط كده رشة زعفران وشوية ملح صغيرين، وممكن لو عايزة تحطي بقى كمون او اي توابل، دي طبعا اختياري. بس كده هبدأ ان انا اقلب بقى المكونات مع بعضيها كده بس، وهبدأ بقى ان انا اخد الكاليماري بالشكل ده وبطنه بالدقيق كويس جدا. طبعا انا يعني الاول كده قلبته في التتبيله علشان يبقى كل الاجزاء اللي فيه يعني شاربه كده من التتبيله، وهغلفه بقى بالدقيق وهحطه في طبق تاني. ولسه برضو في خطوه تانية هنعملها، يعني دي مش الخطوه النهائيه، في خطوه تانية هنعملها ان شاء الله بعد دي، بس بعد ما اعمل الكميه كلها. طبعا لاول مره تشوفوا الفيديو او اول مره تشوفوا قناتي، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. قناتي هتكبر بيكم. شكرا جدا على دعمكم وعلى الكومنتات الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي. بس كده هنكمل بقى باقي الطريقه. كده خلصت انا كل الكميه زي ما انتوا شايفين قدامكم. هبدأ ان انا اسيبهم في التلاجة كده ساعة، وبعد كده هنعمل الخطوة التانية. انا قلت عشان اول طبقة تمسك، بس طبعا لو مستعجلة مش مهم. دي كده بخاخة فيها مية، هبدأ ان انا ارش كده عليها. طبعا زي ما انتم شايفين لون الزعفران بدأ يظهر، هبدأ ارش كده بالبخاخة بخة من الناحية دي ومن الناحية التانية، وهبدأ ان انا امسكه واحطه تاني في الدقيق علشان يعمل طبقة كويسة معايا ويبقى بيقرمش. طبعا لو عايزاه يتنفش شويه معاكي الطبقه اللي بره دي، ممكن ان انت تحطي شويه من البيكنج باودر في الدقيق في الطبقه الاخيره، يعني ما يكونش في الطبقتين. بس كده انا عملت الكميه كلها وسبتها في الثلاجه شويه او في الفريزر زي نص ساعه كده. وبعد كده بتجيبي بقى طاسه فيها زيت، دي الطاسه عندي بتاعت الاسماك، يعني انا مخليه طاسه للاسماك وطاسه تانية للبطاطس بقى وكده. بس كده انا حطيته بقى في الزيت وهقليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم يبقى الزيت سخن جدا وما نحطش كميه كبيره. انا ما عملتش هنا كل الكميه، انا عملت نصها بس. ده كده كان شكله معايا، بجد انا اول مره اعمله في البيت، يعني كنا بنشتريه جاهز بس عجبني اكتر كمان من اللي بنجيبه جاهز. ما بيكونش مستوي كويس او مش شارب من التتبيله كويس اللي هو بجيبه جاهز، فعجبني طبعا اكتر، وطبعا هيكون اوفر معانا. زي ما انتم شايفين كده الطبقه مقرمشه جدا، هو بس كان سخن. زي ما انتم شايفين ده شكله كده. طبعا لو عايزينه اعرض، هو اصلا بيجي عريض وانا اللي كنت قصاله رفيع كده، بجد عجبني قوي. هو طعمه زي السبيط برضو، قريب من طعم الجمبري. جربوه هيعجبكم جدا. مع السلامه.